في الشارقة، ربطنا الماضي بالحاضر، حافظنا على البيئة، لوننا الحياة، جعلنا الثقافة سلوكنا اليومي، مكننا المرأة، دعمنا المبادرات الإنسانية، كسرنا الحواجز، استضفنا العالم، أوجدنا التواصل، عززنا السياحة، رسخنا هويتنا الإسلامية، بسطنا الأمن، صادقنا الكتاب، بنينا الإنسان، حصدنا الألقاب، فأصبحنا إمارة الإمكانيات. الابتسامة دينيا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها وربطها بالأجر. نفسيا هي من أسباب كسب القلوب. علميا تنشط الدورة الدموية، توسع الشرايين والأوردة وتعمق النفس. اجتماعيا كل واحد فينا محتاج الابتسامة عشان تمشي حياته. شرجاويا أو في الشارقة، الشارقة دائما تستقبل ضيوفها وأهلها بابتسامة، والابتسامة نفسها سبب في الراحة النفسية. وابتسم أنت في الشارقة. من أسباب الراحة النفسية في هذه الإمارة الجميلة اللغة العربية، اعتمادها كلغة رسمية في المخاطبات، اللوحات العامة الخارجية للدوائر الحكومية والمؤسسات باللغة العربية، أغلب اللوحات الموجودة اليوم في الشوارع الإرشادية باللغة العربية، كثيرة هي المبادرات والمهرجانات، الورش تتحدث عن الاهتمام باللغة العربية وتشجع على ممارسة اللغة العربية. هذا نشاهده في إمارة الشارقة، وهو من أسباب الراحة النفسية، لأن لغتك العربية موجودة في كل الأماكن في هذه الإمارة. الطابع المعماري الذي يميز معالم الإمارة بأكملها يمثل لوحة فنية معمارية عن الإمارة وهويتها الإسلامية، كأنك اليوم في متحف، وهذا المتحف يستطيع أن يزور الجميع في أي وقت ويشاهده من أي مكان، وهذا يشعرك بالراحة النفسية سواء كنت مسلم أو محب للعمارة والفن الإسلامي.
انتشار المساجد وكلمة الله أكبر. إمارة الشارقة اليوم تلقب بإمارة الألف منارة، بحد ذاته هذا اللقب يشعرك براحة نفسية. وجود المسجد نفسه، تصميمه الخارجي، جمال صوت المؤذن، نظافة المسجد، حركة المصلين، كلها تشعرك براحة نفسية. اليوم إذا أردت أن تصلي بأبعد مسجد تقريباً عن المسجد اللي تصلي فيه صلاتك تأخذ فقط 3 دقائق. في كل تقاطع تقريباً هنالك مسجد في مدينة الشارقة. دراسة تحدثت عن انتشار الأذان في الكرة الأرضية وكيف أنه لا يتوقف خلال 24 ساعة من خلال خطوط الطول والعرض، وإمارة الشارقة سبب في انتشار الأذان بسبب كثرة عدد المساجد ومساحة الإمارة. وأيضاً تحدثت هذه الدراسة عن الراحة النفسية والطمأنينة والاستقرار في البلد بسبب انتشار الأذان، والحمد لله هذا جزء من الراحة النفسية اللي نعيشها في إمارة الشارقة بسبب المساجد وانتشار الأذان. من فضل الله تعالى على هذه البلاد أن سخر لها رجال تحب القرآن، بنوا المساجد، أنشأوا المراكز والمعاهد والمؤسسات التي تهتم بالقرآن. في معظم المساجد بعد صلاة العصر تجد حلقات تحفيظ القرآن، في الفترات الصيفية والإجازة تجد إعلانات لتحفيظ القرآن في بعض المساجد واستغلال هذا الوقت. انتشار مسابقات القرآن الكريم للصغار والكبار نساء ورجالا، أيضاً اختيار أجمل الأصوات وأفضل المشايخ لأداء الفروض، تنوع المصاحف لغير الناطقين باللغة العربية، للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بلغة برايل، وأيضاً المصاحف بأنواعها وفئاتها لكل الأعمار حسب الأجزاء التي توزع للطلاب. كل مسجد فيه مجموعة من المصاحف، أعتقد لا نستطيع أن نحصر العدد الموجود في إمارة الشارقة من حيث عدد المصاحف. اليوم كثير من الدراسات تحدثت عن دور الراحة النفسية بسبب القرآن، السكينة والاطمئنان وراحة البال. لذلك من أسباب الراحة النفسية اليوم في إمارة الشارقة القرآن والاهتمام بالقرآن. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. سلامة الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. شكراً. شكراً. وجود الأمن أو الشرطة في الشوارع، في الأماكن السكنية الحيوية السياحية، سواء كانوا واقفين أو حتى متحركين، بحد ذاته يعطيك راحة نفسية. مع أن اليوم لو سألت في ناس تخاف من الشرطة إذا شافوها في الشارع، وإذا جيت للحقيقة وجود الشرطة في أي مكان بهذا النظام وهذا الإمكانيات وهذا الاستعداد يعطيك راحة نفسية. وجود الأمن في الشارجة اليوم بحد ذاته راحة نفسية. من أسباب الراحة النفسية في أي مجتمع كان صغير أو دولة كبيرة متطورة سرعة الاستجابة لأي ظرف يحدث في المجتمع. نتحدث على سبيل المثال، لو حصل حريق متى تصل سيارة الدفاع المدني؟
حصلت مشكلة في أي منطقة متى تصل سيارة الشرطة. اليوم راح نسوي تجربة مع الإسعاف الوطني، بنتصل فيهم من خلال الموقع، وهذا الموقع تطبيق ذكي جديد من خلاله فقط نضغط على كبسة الزر هذه ومن خلالها نطلب السيارة متى تصل. هني سرعة الاستجابة وراح نقيسها معاكم. هذا اللي هو 998، هذا التطبيق نشرحه، نطلب على طول يحددون الموقع وعلى طول نقول التأكيد فيصل لهم الموقع. نحن الحين موجودين في ممزر الشارقة ونشوف كم تحتاج هذه السيارة حتى تصل إلى الموقع. نبدأ، أكدنا الموقع، الآن خذوا الرقم المفروض يتصلون فينا. أيوة في رقم. ألو، السلام عليكم. سلام الله وبركاته. معك محمد من غرفة عمليات الإسعاف الوطني. يا أخوي. يا أخوي. الله يحييك أخوي. أخوي طالبين سيارة إسعاف أنتم؟ إيه طالبين. أكيد. أوكي أخوي، شو الحالة اللي عندكم أنتم؟ الحالة إغماء بسبب الشمس، حرارة. جربنا إغماء بسبب الحرارة. أوكي أخوي. الله يحييك. شكرا. يلا سلام. أنا كنت بسكر بس أساس إني أحط الموقع. طبعاً إحنا الحين دقيقتين ونص كنا نتكلم معه، فنحط الموقع بسرعة، نضيف للدقيقتين ونص إعادة ضبط. نبدأ. طيب الموقع الآن إحنا 6 دقائق و15 ثانية لين توصل. بس 6 دقائق 27، 6 و27 وصلت للسعف. الحين نتورط شو نقول. طيب السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ المصاب والله ما في مصاب. طيب احنا نشوف الكاميرات. الفكره في هذه التجربه هي تجربه توعويه. أوكي. نحاول نوصل للمشاهدين الوقت اللي من خلاله وصلتوا. فاحنا انتم خذيتوا 6 دقائق و27، فهذه سرعه الاستجابه، فاحنا نشكركم. تقدر تعتذر من الاخوه تقول لهم انه ما في شيء. طيب هذه التجربه اللي شفتوها امامكم احنا نعتذر منهم وبنعتذر ان شاء الله بعد الحلقه. هي مش احنا سويناها على اساس الجمهور يطبقها ويسويها، لا، هذه ثروات وهذه إمكانيات، لذلك إحنا الفكرة منها أن نحافظ عليها فنطمن الجمهور من خلال هذا الاتصال. والله أنا محرج منهم. شكرا، يعطيك العافية. واجبنا. الله يبارك فيك. سامحنا. طيب الفكرة أن في إمارة الشارقة اليوم عندنا 24 سيارة إسعاف تغطي معظم مناطق الإمارة، الهدف منها تلبية الاحتياجات ولحظات الاتصال. فإحنا اتصلنا من خلال البرنامج وأيضا في اتصال من خلال الرقم. في الآن كل دول العالم تتسارع في مسألة أن تقدم هذه الخدمات بأسرع وقت. اليوم في مشكلة في أي دولة اللي هي سرعة الوصول، ممكن اليوم وصلنا ب6 دقائق و27، ممكن يتأخر وممكن يكون أسرع حسب وقت الذروة، المكان اللي فيه المشكلة، الاختناقات الموجودة في الشارع. الإسعاف عندهم طريقة في عملية الخروج، في بعض الأحيان الشارع إذا كان فاضي كل كيلو يأخذون دقيقة، وكل كيلو إذا كان فيه ازدحام يأخذون دقيقتين، وهذه تفرق من يعني مكان إلى آخر. فإحنا نشكركم، يعطيكم العافية. وهذه الفكرة كانت لنوصل أسباب الراحة اليوم اللي نعيشها في إمارة الشارقة، منها الإخوان 998 الإسعاف، أو 999 الإخوان في الشرطة، أو 997 اللي هم الدفاع المدني يعطيهم الصحة والعافية. شكرا على جهودهم، شكرا للراحة النفسية اللي تكون سببها هذه السيارات اللي تقدم الخدمة خلال 24 ساعة. كثير من دول العالم تعاني تكدس في النفايات والقمامة. في الشارقة تشاهد الأماكن الجميلة والنظيفة ولا تشاهد كيف تمت عملية تنظيف هذه الأماكن. الشوارع، المباني الشاهقة، المساكن، الحدائق العامة كلها نظيفة، وهذا دليل على النظام المستخدم في إمارة الشارقة. نظام جميل فيه عملية إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من هذه النفايات. أيضاً الحاويات الموجودة، نحن راح نسوي لكم مثال
ونشوف فقط في مكان واحد تقريبا على بعد 100 متر كم حاوية نظافة موجودة. شوفوا معي، هذه وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني صرت تحتار وين تفر هذه الغرشة. للعلم هذا على بعد 100 متر، شوفوا على بعد 400 متر. هذا كله من عوامل الراحة النفسية. من الأشياء اللي ممكن تقلقك في حال فكرت تسافر لأي بلد المطاعم، نوعية الأكل الموجودة فيه. الحمد لله في الشارجة اليوم موجود 3500 مطعم كافتيريا ومقهى، بإمكانك تطلب ما لذ وطاب. كل المطاعم العالمية والمطابخ العالمية موجودة، سواء أنت تروح لهذا المطعم أو تطلب من خلال الهاتف. وجود هذا التنوع في المطاعم في إمارة الشارقة يسبب الراحة النفسية، حتى البرنامج تسبب الراحة النفسية في أكل. إذا حبيت تشوف الغروب في إمارة الشارقة وممكن تحس بالراحة النفسية والجمال اللي تتميز في إمارة الشارقة، فما في أجمل من الغروب في المدينة الجامعية. ما العبارة التي اشتهرت بها إمارة الشارقة والتي تستقبل بها زوارها؟